السلام عليكم. وصفة اليوم غادي تكون كيك ساهل وكيجي رائع في المذاق وفي الشكل، وكيجي رطب ما كيجيش ناشف، يعني ماشي بالضرورة نزينوه. فنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ولا عجباتكم الكيك ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو وتبارطاجيو لا فيديو. وغادي نحتاجو 3 البيضات، كأس سكر سنيدة، نضيفو ليهم قبسة ملح ونطربوهم جيدا بالخفق كهربائي أو يدوي، المهم هو يدوب لينا السكر مع البيض يوليو لينا خليط واحد. وغادي نحتاجو ياغورت طبيعي او بالفاني اختياري، ونصف كأس زيت نعبره بالكأس ديال الياغورت ونخلطه. وغادي نحتاجو 2 كؤوس دقيق وجوج خمارات، 2 ساشيات تقريبا 14 غرام، ونغربلوهم ضروري ونضيفوهم للخليط ديالنا. ونضيفو تقريبا نصف ملعقة فاني، الا درتو سكر فاني ضيفوه في الاول مع البيض والسكر سنيدة. ونقسمو الخليط ديالنا على النصف، نصف نخليوه ابيض والنصف نضيفو ليه ساشية ديال الكاكاو 7 غرام. نخلطو حتى يتجانس لينا الكاكاو مع الخليط. وناخدو مول ندهنوه بالزبدة ونرشوه بالدقيق، ونبداو نضيفو 2 معالق من الأبيض 2 معالق من الأسود، ونستمرو حتى نكملو الخليط. ماشي بالضرورة ناخدو مول على شكل طولي أو على شكل مستطيل، نقدرو ناخدو مول دائري أو اللي كيكون دائري ومثقوب من الوسط. المول اللي عندنا ناخدوه ونخدمو بنفس الطريقة. وندخلوها للفرن على حرارة 180 درجة حتى تطيب ونخرجوها. بالنسبة للتزيين اختياري، نزينوها باللي بغينا ونقدروا نحتفظوا بها غير بلا تزيين، لأنها كتجي رطبة كيف ما قلت لكم في الأول. لعجباتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتبارطاجيو لا فيديو.